هذا البرنامج برعاية مرحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعيه مباشر. معايا الحاج مصباح من الدقهلية. اتفضل الحاج مصباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا فندم. انا اولا يا استاذ سامح بشكر حضرتك والاعداد اللي مع حضرتك. العفو يا فندم. انا اللي كنت اتصلت بحضرتك وكان عندي البقره اللي تعبانه واتصلنا بالدكتور بالسيد وكيل الوزاره. تمام. استاذ وكيل الوزاره مشكورا نزلني دكاتره من الطب البيطري يشوفوا على البقره. تمام. والحمد لله يا استاذ سامح كله تمام. واحنا يعني ندائي لاي حاجه لاي فلاح اي مربي يبقى عنده حاجه يتصل بالاستاذ وكيل الوزاره. يعني ما تاخرش عليك. الاستاذ وكيل الوزاره ما تاخرش وينزل دكاتره في الحال وقال تليفوني موجود في اي وقت. ايوه. وفتح لاي حاجه في اي وقت. تمام. الطب البيطري مشكورا نزل والحمد لله على الجبار. وانا بشكر مدير مديريه الطب البيطري في محافظه الدقهليه والاطباء البيطريين اللي جم وتابعوا معاك، وانت الكلام اللي بتقوله سليم. انا بقول لكل فلاح باب المسؤول دلوقتي بقى مفتوح ليك علشان يخدمك وعلشان يشوف ايه مشكلتك ويساعدك في حلها. الفكر القديم ده اتغير، لازم كلنا نتحرك ويبقى عندنا رد فعل ايجابي. ليك طلب تاني يا حاج مصباح؟ ايوه يا استاذ سامح، ليا طلب بعد اذن حضرتك. انا كنت كلمت حضرتك عليه الميه. انا راجل مرخص دلوقتي، الصوب مش لاقيها ميه خالص. ترع اسمها ايه؟ الصوب دي اللي احنا كنا رخصناها معاك. ايوه يا استاذ سامح، حضرتك رخصتها وحضرتك اتصلت بيه تاني وجددت الترخيص وصرفت الكيماوي. مشكلتها ايه بقى الميه؟ مش موجوده يا استاذ سامح، البحر مقفول بقى له 18 يوم او 20 يوم. بحر اسمه ايه؟ بحر الآن. طلعت الالف يا استاذ سامح. الاس؟ الالف، طلعت الالف. بالاس؟ الالف يا استاذ سامح. الالف، طلعت الالف. الاعداد يعني لو سمع يقول لي. وانا كلمت استاذ وكيل الوزاره. قال لك ايه؟ يقول حاضر. طيب انا افتح لكم النهارده، الكلام ده من اسبوع بس مواد الساعه. حاضر، احنا نكلمه النهارده ونعرف طلعت الالف ايه مشكلتها، الميه بقى لها 18 يوم. حاضر يا حاج مصباح، بشكرك.